3 plus 5 equal 5 plus what؟ ده دور مين المفروض؟ قلنا ده دور تايم. اتفضل تايم. يسار يسار؟ لا يسار مش يا ناس، تايم. يسار يسار يا ناس. طب اتفضلي يا يسار، يلا يسار اتفضلي بسرعة. 3 بلس 5 3 بلس 5 خميس ايكوال 5 بلس ودخلت. 7. اهلا وسهلا حبيبي، اتفضل. طيب اتفضل، يلا بينا. اوكي برافو. what the name for this property is r؟ بس لو سمحتي ماشي. اوكي what the name for this property is r؟ it's what property؟ commutative property برافو عليكي، ممتازة جدا. commutative property it's commutative property. اوكي طيب خلينا نكمل. ده ايه ده؟ ثانية واحدة. طيب لحظة واحدة. it's commutative property. برافو إيثار. طيب after إيثار I will take in time. اتفضل يا time. we in question number what؟ حد مركز معانا؟ عارف احنا وصلنا لغاية السؤال الكام؟ أنا عندي كام؟ 29 29 29. برافو، يلا اتفضل. 29 حاضر يا ميس. 165 plus 142 equal ثانية ثانية مش واحدة تمام. 7 تبقى اكوال لتر سي يا ميس. letter C. برافو. طيب ال number 30 after after time I will take in مالك. اتفضل مالك. حاضر يا ميس. 6199 plus 8480 start to add 9 plus 9 equal 9 plus 9 equal 18 4 48. plus 9 equal في دوشة 4 يا جماعة، plus يا ريت 9 نقفل المايكات لو سمحتوا. ها 4 plus 9 equal 13 14 but 1 carry up 1. ها carry up 1 equal 2 2 plus 0 equal 2 over 6 ها plus 3 equal 14 هتبقى دي يا مس لتر بي. برافو. قصدي تو يا دي 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 لتر بي اور بي؟ لتر دي دي. دي لتر سي. المفروض ان هي لتر سي، المفروض ان هي تكون لتر سي. طيب جميل. طيب افتر مالك هناخد عمر. اتفضل يا عمر. عمر يلا يا عمر اتفضل. نمبر كم؟ it will be number 31 31. we will add 9 plus 4. خلينا نعملها مع بعض بسرعة يا عمر، يلا. 9 plus 4 equal 13. 3 carry up 1. 3 plus 4 equal 7. يلا عمر. 0 plus 5. نمبر سي. 0 plus 5 equal لا 5 لا لا، نمبر and دي then 1 plus 2 equal 3 and then 3 plus 9 equal 12 so it will be number D letter D. برافو يا جماعة، لو سمحتوا المايك عشان كلنا نركز، أي حد فتح المايك يقفله غير اللي بيتكلم معايا. اتفضلي يا حبيبة. حبيبة استودي ايه 613. ها ماينس 613 minus 247 3 minus 7 ما ينفعش نستلف من ال1 وهتبقى ال1 0 وهتبقى 3
هتبقى 13، و13 نشيل منهم 7 هيتبقى 6، 6 و0 نشيل منهم 4، ما ينفعش نستلف من ال 6، و6 دلوقتي بقت 5، وبقت دلوقتي 6 10، وال 1 10 minus 4 هتبقى 10، ودي هتبقى minus 4 equal 6، برافو. و5 minus 2 equal 3، يبقى الإجابة 363 number letter C. اوكي، ال 366 ده جميل قوي، برافو برافو حبيبة. اتفضل اتفضل يا مين، اتفضل يا ايسل. بعد ايسل انا عشان 3000 محمد صلاح. 3328 minus لسه هدور عليا. 2164 after ايسل. اتفضل يا ايسل. okay second okay 8 minus 4 equal 4 2 minus 2 can be sorted from the 3 through 13 6 1164 برافو. 1164. اوكي، let's go for number 34. برافو عليك، جميل، شكرا يا ايسل. محمد صلاح اتفضل. in the bar model x it will be what. يا مس. انا when x in this bar model is up it means it's the whole. how to find the whole number. مس نمبر دي What you doing? What you doing? You will add so it دي will be دي letter D. برافو، جميل. طيب يا جماعة، لما يكون عندنا ال X هنا missing it's up so it's a missing number is whole so we will add the two parts so it will be letter D. برافو عليك، شكرا يا محمد. طيب after محمد I will take in سهيل. where is سهيل؟ سهيل نعم. تفضل. أنا واحدة يا ميس. number 35 in the bar ميس model. ميس نعم، جرايمز، كل انت ممكن تجيب لنا حاجة عن الجرايمز عشان بتلخبط فيهم؟ حاجة هنجيبها هتلاقي هنا كل حاجة هتيجي. حاضر، هنقول مين هما البرايم نمبر. حاضر عينيا. ها، اتفضل. ليش رقم بي؟ هو ده المفروض سهيل اللي بيجاوب معايا، صح؟ هتكون letter B. ايوه we will subtract 6 minus 0. برافو. when we have the missing number is down we will make subtract. هنعمل minus يا ولاد. 6 minus 0 equal 6. 5 minus 8 can't be will borrow from 2 it will be 1 and here it will be 15. 15 minus 8 it's equal to 7. So we have the answer. It will be what يا سهيل؟ ايه الانسر بتاعتنا؟ هتكون ايه هي؟ letter A letter C because we subtract to find the letter M. you understand now سهيل؟ ايوه طيب okay after سهيل I will take in ساجد in the equation. يلا ساجد. ساجد، ألو ساجد. طيب after ساجد I will take in طارق. طارق طارق. طيب ناخد ليان. اتفضلي ليان. Okay, in the equation B minus 4, لا لا مش دي. In the equation 614 minus x equals 600, then x equals 14. then x equal 14. very good. bravo ليان. what you doing ليان؟ you subtract the greatest number minus the smaller number because here x is part. if I want to drawing the bar model I will put x down because it's part and the greater number is 614. I will put it up and then here 600. how to find the difference. I will subtract to find the difference so you are right it will be letter C.
برافو عليك، شكرا ليان. I will take in خالد. You can answer خالد. خالد how to find letter B, it's missing a number here in subtraction, it's a greater number. انا مش هنا يا مس الدور قرب عليا. انا بكلم خالد، فين خالد؟ يرد عليا الاول. انا معاك. طيب تفضل خالد، لو انا حبيت احط البي هنا في البار موديل I will put it up or موديل down. انا Up, very good. And I will write here 3422 and here 4358. How can I find letter B? I will add these two numbers. I will put plus here. Then add and tell me the number. Add with me. 2 plus 8 equal 8 plus 10. equal 10. 10. One put 0, carry up 1. 6 plus 2 equal 8. 8. 3 plus 4 8. equal كم؟ 3 plus 4 equal 7. 7 and 4 plus 3 equal. So the answer it will be 7780. number 38. I will start from beginning from آسر. في حد ما قالش كده الأول قبل ما نبدأ تاني من عند آسر؟ أنا ماشية بنظام أهو معاك وبالترتيب. أنا مش مين؟ مين؟ مين بيقول أنا أنا؟ أسف. لا احنا نبدأ بالدور تاني من أول آسر. يلا اتفضل آسر. 4 كيلو متر 4 كيلومتر equal 4000. برافو آسر، جميل، شكرا يا آسر. why it's equal 4000 because we multiply 4 by 1000 so it's equal to 4000 بس because بحس يا رب تخلص. كيلومتر equal 1000 متر. قربنا نخلص اللي بعدها، هشرح بس البرايم عشان في حد طلبه مني وبعدين هنخلص الحصة. ها اتفضلوا. مين؟ مين المفروض أنا؟ اتفضلي إيثار. ميس عليهم 10 ميس متر equal 100 سنتيمتر. ده كلام جميل، 10 متر equal 100 ميس سنتيمتر. نعم ممكن أخش الحمام بس؟ اوكي يو كان جو. طيب if I ميس moved ازاي for 10 this متر؟ point. نعم ازاي 10 متر و100 متر و100 سنتي؟ we multiply. لا انت بتتكلم صح، ثانية واحدة. لا هي فعلا wrong. we multiply 10 by 100 so it's equal 1000. انت بتتكلم صح، برافو عليك يا مالك، صح، انت you are right. فالمفروض ان هي تكون 1000 فعلا، صح. طيب خلينا نشوف هنا كده معايا، يبقى دي هتبقى wrong، هي الانسر هي 1000 المفروض. خلاص طيب خلينا ننقل على بارت تاني هنا. how to find the area and the perimeter for this the two dimension shape square and rectangle. the perimeter of the rectangle whose length is 8 which is 5 equal what. I will take in time. اتفضل time. حاضر يا مس. هو احنا نعم The perimeter of this rectangle whose length is 8 and width is 5 centimeter equal 10 centimeter. أما تبقى يا مس ثانية واحدة. Equal 26. equal 26. what you doing you say that b is equal عملت يا ميس 8 الات بس plus النقطة 5 تيجي by عليا 2. يا ميس. ثانية واحدة يا جماعة لو سمحتوا، 8 plus 5 by 2 so 8 plus 5 equal 13. 13 by 2 equal 13 by 2 equal 13 by 2 equal 26. 26 نعم يا ميس 26. اوكي 13 by 2 equal 26. برافو،
ده كلام دي جميل. دي The دي دي perimeter of the obstruct angle equal مين المفروض؟ 14 متر. equal أنا فضل 14 متر. equal 14 متر. برافو. طيب خلينا بقى نروح هنا عند البارت بتاع البرايم نمبر والاود نمبر صلاح علشان الناس بس. محمد صلاح محمد صلاح نعم محمد صلاح. دفاع حاضر جوزي الناس. حاضر يا محمد يا صلاح. انا بس عايزه اشرح لكم بسرعه يعني ايه كلمه برايم نمبر. برايم نمبر it means that the number has only two factor. has only two factor يعني ايه factor؟ factor it means you will decomposing the two the number into two pairs. 63 it has how many factor if I said 1 by 63 and 63 is divided by 3 so it will be 6 divided 3 equal 2 and 3 divided 3 equal 1 it will be 3 multiplied 21 and what else it will be not 4 we haven't 63 in table 4 and in table 5 it's don't we haven't any number if multiply it will be 63 in table 6 oh yes we have 6 no in 7 7 by 9 is equal to is equal 63 so number 63 has how many pair here it's what 1 2 3 4 5 6 نايس. One, three. ممكن انا يا مستر ميس قصدي اتفضلي. طيب بيقول لي هنا مين هنا فاكتور مين هنا ماشي. what number is factor for number 63 يعني مين النمبر هنا if multiplied by any number احنا لقينا هنا ان مين هنا ممكن multiplied. انا ايوه اتفضلي. كنت لسه هقول 7 يا مستر. جميل. طيب قولي اللي بعدها is a factor of 14 مين عندي factor the number 14 ماس نمبر 14. اها عايزة أجاوب عايزة أجاوب. حاضر نمبر 14 2 it will be 2 very good 2 عشان 2 times 7 equal 14. جميل مس قوي. حلو مجاوبتش مين يا مس اسمك ايه اسمك ايه اللي زعلان ده اسمك ايه هما اللي مش هما اللي مش اتفضل يا عمر. the number not is a factor ولا يا مس of the number 8 ماشي اتفضل يا عمر. محمد صلاح ماشي انا انت 16. قلت يا محمد يا صلاح خلاص the number is a factor. لا طيب حاضر ده كان ها دائما يا مس كان في ايام الفراعنه يا مس. ده احنا في نمبر كام دلوقتي يا مس؟ طيب ماشي يا محمد يا صلاح ثواني. جب لما من اول سؤال نمبر The 61 number لحد what is دلوقتي a factor of number 8 اتفضل نمبر كام دي يا مس؟ عمر انا مستنياك يا عمر اتفضل. هو ده مس؟ هو ده 16 مس؟ اه ده ماس. مين اللي بيتكلم لا ساينس، ايه رأيك؟ مين اصلا اللي بيتكلم؟ الو ثواني يا جماعه عيب هتستظرف كده ولا؟ عيب كده لو سمحتوا. مين معايا بعد اذن حضرتك؟